الضربة اللي وجهتها إيران إلى الكيان الصهيوني، أعتقد رويترز وبقية القنوات نقلوا بأنه تم نقل السيد الخامنئي إلى مكان آمن. أعتقد وصلكم الخبر، يعني تم نقله. فأنا مستغرب يعني أنه كيف بكرة يعني إن شاء الله السلامة للجميع والسلامة للسيد، لكن كيف راح يظهر بهالشكل؟ ما أعرف. بمكان معلوم، لأنه ترى إسرائيل ما عندها بعد خطوط حمر بعد ضربة السيد، وقبلها مدى تلتزم بخطوط حمر ولا تلتزم لا بشوف هسه بايدن قبل ما أجيك ترى صرح تصريح بايدن، نعم. قال اطمئنوا لأن أكو ترجيحات بأنه إسرائيل ترد يا أما اليوم يا أما بكرة، ترجيحات قوية جدا. هسه مصرح قبل ما أصعد بالسيارة وأجيكم، نعم. مصرح يقول اليوم الخميس لا يحدث شيء، يعني ما نفرد نهائيا، الخميس لا يحدث شيء على اعتبار. قلت لهم يعني إذا بقيت الأيام محتمل. أنه شوف أسلوب الحرب، هي ماكو حرب نظيفة بالمناسبة، كل الحروب هي يعني حقيرة عذرا على الكلمة، يعني وبيها قتل وبيها هذه. لكن إسرائيل أحقر الحروب وأحقر عدو عندك، زين؟ يعني أنت شوف الحوثيين موجودين بالجبال وأمامك موجودين ودي قاتلون، تمام؟ لولا او انت تندل منين ده تنطلق الطائرات المسيره، يروح يضرب ميناء الحديده ومحطات طاقه الكهربائيه، وهم اليمنيين ايش عندهم خطيه؟ ايش عندهم؟ انت شايفهم بماطورات يعني وضعهم بسيط. انت عندك مقاتلي جنوب لبنان، ما يقصف جنوب لبنان، يقصف الضاحيه. ليش الضاحيه؟ ضاحيه انا قلتها تشمر عليها رمانه ينقتلون اثنين، عاد يشمر هل القنابل، العلم ده يستخدم القنابل الليزريه، أكد لي مو هذه، ممكن استخدم ربما البريمة اللي يستخدمها باختيال السيد حسن نصر الله، لكنه الآن دي يستخدم قنابل وليست صواريخ. أريد تفرقون بين القنابل والصواريخ. ليش؟ الصواريخ تحمل كم محدد، وزن محدد من المتفجرات، نعم. القنابر احنا من تسمع تقول قنابر المدفع، قنابر الهاون، القنابر تقدر تعبيها لحد 1 طن متفجرات، فمن تنزل أفقي ثم تأخذ هدفها من توصل. يعني يستخدم أشد وأقصى أنواع الأسلحة، يعني لذلك أنا أقول لك إحنا أمام عدو عبر الخط الأحمر تماماً.